Vay etkençe isimler gidip de ilanı etip koydum. Tescil yok bizde hazır. Mimmen nestemi'u du'a kable ders. ممكن أنا Yes, أدي yes. مثال. تمام نستمع من دلنازة اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله ورضوان أصحابه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجو أنكن استمعتن للتسجيلات التي أرسلت إلى المجموعة، إلى مجموعتنا في تليجرام، وفعلتن التدريبات. من كتب التدريبات في الكتاب صورنا وأرسلنا، ومن لم يكتب ليكتب وبعد ذلك ليرسل النتائج أو التدريبات. واليوم سنبدأ نستكمل من موضوع لا النافية. نحن درسنا هذا الموضوع، يكون مراجعة لنا وتذكيرا. ما هي لا النافية؟ ما معنى النافية؟ درسنا في دروس الصرف إنكار قلوش أستاذ نعم، إنكار قلوش لا. مضاري فعلنا إنكار قلادة أزجر ميدة ما نوسيام أزيام إيه أز أزجر أنا رأيت بندو أزجر ميد نافية ده أزجر ميد توريتس صحيح. لا يتغير صورة المضارع أو لا النافية التي تفيد النافية، نافية بعدها تفيد نافية المعنى بعدها. أزدن كين كي جمعنا نافية قلادة بو مضارع دان أولدنام كلش ممكن. مثلا فعل النافي هذا فعل الذي مثلا لا بعده يعني زائد فعل مضارع وتصبح فعل نفي صح؟ نعم. أها. غير ذلك لا النافية ليس مختصرا تنحصر أنها تأتي قبل المضارع فقط، أنها تأتي قبل الأسماء أيضا وتفيد نفي هذا الاسم. مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يوجد حديث صحيح؟ لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لقينا حديث برضه. لا صلاة نماز يقتر يعني وضع من نماز يقتر. فقط مضارع ده أولدن كيلادة دي يعني ماس لا اسم ده نم أولدن كيلادة وأوزدن كين كي جان معنونا نافي قلاد نما قلار كان إنكار قلار إكان. لكن فعل النفي مما يتكون فعل النفي أين في النفي في لدجان ده وندن نما بلا نما دان تشكل تفرك لا بلا في لا الدنيا كلها هو النافية، لا مضارع النافية لا وفعل لا مضارع. مضارع لا مضارع أين نافي قلوش لا ومضارع في لا مضارع كيلر إكان. هناك أيضا يوجد لا آخر، لا أخرى أو لا ناهية. ما الفرق بين لا ناهية ولا نافية؟ لا نافية هذا لا شيء يغير صورة المضارع أو لا يجزم المضارع نعم أو لا يجزم المضارع. لا نافية نمق مسكة مضارعنا ما جزم قمي لا يجزم المضارع، لكن لا ناهية هي يجزم فعل مضارع نعم مضارعنا مجزوم قلادة جازم قلادة عفوا. ومعناه فعل ماضي نعم نفي المستقبل كلا جيدة
لا نافية تنفي حصول الفعل في المستقبل، كي لجد في الحاصل بولش نافي قلد يعني بول ما يده جمعنا أنا بلدرده يوكي بول ما يبته المستقبل أو الحاضر، يعني تنفي المضارع، مضارع نافي قلد مضارع نكي إنما قمسك مجزوم قمسك هنا بولد تذكرنا قد، يعني هذا هو مختصرا الأمر بسيط مع لا نافية، أنا قد نافية بلاوز أوسانكو شو نرسل فقط معلومات لارا يسي لغي تشتو دنيا أمي التمان من لم يتذكر لا نافية كم يسي لغي تشو ماذا هوز بيجي ندي قروت لا نافية كم ليرفع يده، من لم يفهم لا نافية ليرفع يده حاليا لا نافية، أنا قبل إنش مرت كروت كان دي خراب ترجعون لبوسة قولي لانكو تاري له، هل تذكرتن جميعا؟ مشتري أنت تسكتين، أنت موجودة أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، هل تذكرت لا النافية؟ لا اسمع شوية. يا تذكرتي ديجاني اسلا ديزما ديجاني خلاص اسمع. اها، اريد منك مثالا لفعل نفي الذي فيه لا نافية، لا نافية لفيليتين، نفي فيليتين مانجي D'après, maintenant qui fait l'environnement. في لوزنيت زامولات لا يذهب. هل يمكن أن يكون لا ذهب؟ خب لا ذهب، هل يمكن أن يكون لا ذهب؟ لا، كيف يكون؟ لا يسحب نعم لا يذهب، ما معنى لا يذهب؟ بار ما يدرك بور ماذا تيس؟ بار ما يدرك بور مايد يعشى، نقرأ الأمثلة، الأفعال المضارعة فعل مضارع بدون لا نافية يكون فعل مثبت، لا نافية سز فيل يعني غير منفي كيف يسمى فعل مثبت، مثبت في البولر كان خد انا مثبت ديان بلوس ديان انا فيزيك دوت كامزو مثبت منفي اشاره العرب بلوس مثبت درديك انا قمينوس منفي درديك ايس لسما ايس لو ايس لديلا فعل مثبت و فعل منفي وكيف فعل نافي دبام الوراد، لكن فعل لا نافي سس فيلنا فعل مثبت، مثبت فيل دب التامس، نقرأ الأمثلة نترجم نتأمل سريعا بعد ذلك نبدأ التدريبات، من فضلكن رجاء في بداية الدرس ارفعنا أيديكن من يريد أن يجيب أولا لكي يكون الترتيب في الإجابة، في إجابة التدريبات ماش قد كان تارت بلان كيت ما كيت كيت شمس شو قول كو تار قويلة دبخار سباريتو ما درس باشته. طيب أستاذة لوبار اقرأي المثال الأول، مريم تحب الأكل. مريم يش نعش كورادة. أحسنتي، وعندما تنفى هذا الفعل بلا نافية كيف يكون؟ زينب لا تحب الأكل. زينب يش نعش كورمادة أكتر من ممكن. تحب يعشكر هذا للمؤنث لا مفرد، لا تحب يعشكر معدة فعل نفي، تحب فعل مثبت، جيد، بعد أستاذة لوبار لمن الدور؟ أستاذة نيلوفر مريم تشرب الحليب. مريم أغلقنا مريم الميكروفون من فضلكن، لا من لا يجيب من لا يتكلم ليغلق الميكروفون.
عنده دلنازة، أغلق المايك. مريم، مريم تشرب الحليب، مريم شابتة. وفعلا نافي. زينب لا تشرب الحليب، زينب شمايبتة. يو كي اتش مايد اودت بجر الذي ينقلب سيام ولادي. مريم تشرب الحليب، مريم سوت اتشاد، زينب لا تشرب الحليب، زينب سوت اتش مايد. مشتري اقرأ المثال التالي. مريم تمارس الرياضة، مريم سبورتنا تمارس ملوكة. بردوام بولاد دي يعني وز سبورت بلا شغل لنا دي. مريم سبورتنا شغل هذا. زينب لا تمارس الرياضة، زينب سبورتنا شغل ميدا. صحيح. ماذا تغير في الفعل يا مشتري؟ نموذج جاردة يتبرينشي. شناسة في شنو؟ صورة الفعل لم يتغير، لكن ماذا تغير؟ ما أمانة خو وضعنا لام نافية قبل الفعل، قبل فعل مضارع. مضارع ده ولدن ما بايدا بولد. لا نافية، لا نافية بايدا بولد. وفي المعنى هل تغير المعنى؟ نعم نفى المعنى. معنى ما بولد. إنكار بولدر. نعم جيد. دلنازة اقرأي المثال الأخيرة. مريم تأكل الخبز، مريم نون يشكرد. زينب لا تأكل الخبز، زينب نون يشني يخترميد. يا مايدة دين يخطر مايدة سول الزيغور. يا مريم مايدة تأكل الخبز، مريم نونيد، زينب لا تأكل الخبز، زينب نوني زينب يمين. نون يا مايدة. جيد. هل توجد الأسئلة متعلقة بشكل فعل النفي؟ كيف نحصل؟ من أين نأخذ؟ هل يوجد سؤال؟ لا توجد. إذا كل شيء واضح نبدأ التدريبات. التدريب الأول، حول كما في المثال. مثال ديك ديك أيلانتر وزجارتر أيلانتر دوت. المثال، أنا أعمل في شركة. من يترجم؟ مين شركة ليمان؟ وكيف نحول؟ نمو خنق وزجار ترار كامس؟ أنا لا أعمل في شركتي، ترجمي؟ شركة ليمان. نعم. هيا نبدأ. أستاذة لوبر ابدأي اقرأي الجملة الأولى. محمد يدرس في الجامعة، محمد أونيفرسيتي أوقيد. محمد لا يدرس في الجامعة، محمد أونيفرسيتي أوقميد. أحسنتي. بعد أستاذ لوبر أستاذ نيلوفر. زينب تسكن في شقة، زينب دومدا يا شايدة. زينب لا تسكن في شقة، زينب دومدا يا شمايدة. أحسنتي. مشتري علي يشرب اللبن، علي شابت. علي لا يشرب اللبن، علي شميدة. اتش ماي داي. اوكي اتش ماي ابدا. طيب دلنازة سعيدة تدرس العربية، سعيدة أردت لدى أقيبت. سعيدة لا تدرس العربية، سعيدة أردت لدى أقيبت. نعم. انتهينا من التدريب الأول والآن نبدأ التدريب الثاني. اختر الفعل المناسب مما بين القوسين كما في المثال. مثال ديك ديك قوس جدا كيريلي في المناسب في التانلاجين دوت.
علي سمين جدا، هو يحب الأكل. قري علي سمين جدا، ما دي يعني ده ديام سيمس سمس، هو يحب الأكل. بولادم يوكي لا يحب الأكل بولادم. يحب الأكل يحب الأكل ليش ني أشكره ليش ني أشكر هذا ده سيكتور كلا ده. هل الوظيفة واضحة؟ نعم يعني نختار فعلا مناسبا حسب سياق الكلام، حسب المعنى، يعني معنى قرب تاليس ليند فقط نافي في القبور مثله حيث في المعنى قطور كسر شنو تاليس له. الجملة الأولى أستاذ لوبر. سليمان مشغول جدا. سليمان جديان باند، هو لا يمارس الرياضة. لما جاء هو أولا جملة أولى برنشس سليمان معذرة يا أستاذتي، فاطمة. فاطمة فاطمة دمينكي، فاطمة فاطمة تدرس كثيرا. فاطمة جدكوب أقيد، هي لا تنجح في الاختبار. إيه؟ ما معنى لا تنجح؟ امتحان وي استغفر الله، هي تنجح في الاختبار وامتحان دان وتادر. نعم امتحان ده موافقيتك وتريد شنكي كوك درس خلاده. فاطمة تدرس كثيرا، تدرس كثيرا، هي تنجح في الاختبار كوب درس قيادة نعم اختبار ده مقلده وافقت لي وتادر. وافقت لوتاني إن شاء الله. الجملة الثانية أستاذ نيلوفر. سليمان مشغول جدا، هو يمارس الرياضة. سليمان جديام باند و سبورت بلان شغل لنا ده. نعم هو يمارس، هو خارج جدا مشغول بس يمارس بولادم. سبورت بلا مشغول بو يعني جاي وقت قمة بتمدم لي يو سبورت جدا كيف قمة مشغول سيلي. لك، مشغول جدا دي يعني ما بوش وقت ميو دي يعني. عند سبورت كي وقت مثلا هو لا يمارس الرياضة و سبورت بلان شغل لا مايدا. نعم مشتري قائد يجري كثيرا، هو يمارس الرياضة. سعيد يجري كثيرا، هو يمارس الرياضة. نعم ترجمي، لماذا لم تترجمي؟ يجري مريم يقول هذا سعيد كوبي قرادة و سبورت بلان شغل نادي. سبورت تبار دوام بولا دوامي يعني سبورت بلا شغل عن برادة چونكي يقول اركان ده هو الكرة دي يا آدم سبورت بلا شغل لنا دي يا خصوص لنا. خب دلنازة محمد يصوم رمضان، هو يشرب في النهار. محمد إيه؟ رمضان يشرب في النهار ولا ده وزيزو لكم ما هي ترجمة قلين شاول ما قلدم دي أه؟ محمد ما ممنا قتارجي ما قلدم دي محمد رمضان روزا سنة تيابته و يعني شنا خورده تشاده نهار ما دي أنا كندوز نهار أكل كندوزكو قياس تخمسنا عالدم ما اسمه استاذ يوخ هيك خاطر نهار انا كمان ودي كيما يان كيمي دي نار أقول لا يشرب بلد استاذ نهار كندوز دي أنا. لا يشرب في النهار، نعم نهار عكس الليل، ليل عكس نهار ولادي سي اللي بخصه وزوز بيت يتم نخو سيزان نخور جوشت وزوز ونقماس
Qorong'u paytiga osh şey tuasma, nahorga oshga chaqirdi, nahor. Shunaqa deb o'ylayman da anu tong otdida qoldim. U sahar bo'ladi. Nahar kunduz degani. Aksul layl, laylla teskarisi. Fahimtim. Tushundingizmi? Quyosh Tamam, chiqqan payt fahimtim. nahar bo'ladi. Ustoz Zalobar. Xolidun yatanavalul fatura. Xolid ertalabki nonushtani yeyapti. Va yakulul ana. U hozir yeyapti. Qabul qiladimi ustoz? خالد يتناول الفطورة هو حاضر نون اشتغل يبتو وحاضر يبتو أنا نعم صحيح يوكي جيد يمايدا يا مسبولة ده أستاذ إفتى العقد لاندا خازي يمايدا عنده تتا يعني ماضي ده كل شيء راجي ده فطور تور تجاه تور زافتر قلده حاضر يميده بوشكي أو yoki endi yeydi yoki yeyapti bo'ladi o'sha ko'proq oz keladi zo'r edi kelarkan. u yakulul an u hozir ovqatlanyapti bo'lsa to'g'riroq bo'ladi hop ustoza Nilufar قد نانو لا يغسل الملابس في غرفة الجلوس. عدنان كيملارنا نمديده زالده يوما يابده مهما خانده يوما يابده. يخشى نعم لا يغسل خاب مشتري زيدون مسلمون هو يصلي في المسجد. زيد مسلمان ومسجد نماز قيدا. نعم ويصلي في المسجد نعم ممكن صحيح إذا نقول لا يصلي يكون خطأ خطأ ولادة ناس كي ده مثلا دلنازة أنا في الصف الآن من حاضر صف 8. أنا أدرس العربية من حاضر عرب تلدن درس قليتمن. أوه جسوزجي ماس تشتمت جيد التدريب الثالث وتشنشي مشق أجب عن الأسئلة التالية مستخدما لا نافية كما في المثال يانا مش هنجي يجام يسيل دان شخمي ديانبو قولار كان ده المثال هل تشرب القهوة في الليل كيتشاس كوفي إتشاسام وزا عودة تاير تلابيش لا ده شنجي شنو قدوات لا أشرب القهوة في الليل يوق kechasi kofe ichmayman. Bu yerda nimaga ikkitalar keldi? Birinchisi yo'q degani. Ikkinchisi nima degani? Halida javobida nafiy fe'liniki. Ichmayman. Fe'lniki. Ikkinchisi fe'lniki. Birinchi la u alohida. Keyin fe'l oldi yana alohida. La qo'yasiz. Toyib, ustoz Zalobar. اقرأي الجملة الأولى وترجمي وضعي لا النافية أمام الفعل. هل تتناول العسل في الغداء؟ تشلكتا عسل يسمى. لا تتناول لا أتناول، يسمى تتناول أنت جاكو؟ تتناول أنت ها tushlikda asalni yedimmi? Yeysam. هل تتناول العسل في الغداء كندوز عسل يسام سيز جواب بيرين نمي جواب ناتو بول استاذ عدش جبتم. لا اتناول العسل في الغداء. يوق كندوز عسل يمين. لا أتناول العسل في الغداء كندوز ماس وزا عسلام چونكي جيم جين تيما جين
Assalom, chunki ertalab nahorga, endi o'zbek tilida nahor deymiz. Yana Dilnoza, man gapimga anaqa qilmay, yopishib anaqa qilmay. O'zbek tilida nahor deymizu, azon. Azonda deymizu. O'zi azon ham o'zi azan, o'zi chaqiriq degan. Endi ba'zi so'zlar o'zbek qo'y. Bor dars seni qil. Demak, ertalab och qorin yeyiladi asal. O'shaning uchun kunduz yemayman deyapti. أستاذة نيلوفر، هل يشتكي عامر من بطنه؟ ماذا؟ عامر قرن أرغية قرن أرغدا شكايات قلدما؟ لا خلي لا ما يشتكي خل قليا قلدما أهو قليا قلدما يوكي قلدما ها أزر ماضي يا بوغان خلي ابتما انو ديالوج بويتش شكايات قواتما قلبتما لا يشتكي عامر من بطنه يوق عامر قرن أرغدان شكايات قلمابته نعم خب مشتري هل توجد محلة كثيرة لبيع العسل؟ محلات محلات كثيرة لبيع العسل. نقق ما ترجمي اشتري أسال فوتبول سيتون جاي كوب جاي بارما anaqa ko'p joylar bormi asal sotib oladigan demak hal yujadu mahallatun kathiratun libay'i al-asal لا توجد محلات كثيرة لبيع العسل. نعم احسنتي جيد عبد الناظر هل يذهب الطلاب إلى المكتبة كل يوم؟ طلبالار خاركونا كتبخانجا باريش عدما؟ لا يذهب الطلاب إلى المكتبة كل يوم. يوق أولار خاركونا كتبخانجا باريش مايدا. Har kun bormaydi rostdan ham to'g'ri. Xo'p, ustoz Zalobar. هل تتناول مريم السكريات؟ مريم شيرينليكلارني ييدمي؟ لا تتناول مريم السكريات. يوق مريم شيرينليكلارني يمدي. صحيح نعم التدريب الرابع تورتنش مشق أكمل الجمل التالية بأفعال مناسبة كما في المثال مثال دي مناسب في البلان تولدرار كامز جابلانا قني ماذا حدث في المثال مثال دي نمبوبت لا كذا زينب أن تكون نحيفة زينب أزغن بولشنا أخلى مايدة ha zaynab ozg'in bo'lishni xohlamagan edi anaqada to'g'rimi hivarda o'shaning uchun la turidu zaynab u xohlamaydini qo'yimiz al an kullu vahida min kunna tada'u fi'lan munasiban min insha'iha au min insha'iha au nastafid min al hivar yoki o'zimiz insho qilib o'zimiz o'ylab topamiz yoki anaqa hivarga qarab qo'yamiz تاك أستاذة لوبر قد أجابت حان دور أستاذة نيلوفر لا تمارس زينب الرياضة. نعم زينب مقبلا شغل مايدا. مايدة صحيح لا تمارس طب مشتري لا بس بوكي لا برنارسا ماريامو أن تكون سمينة لا تريد ماريام مريم سيمز بولشنا نما سمينة دور قميدة لا تريد مريم أن تكون سمينة نعم ماريام سيمز بولشنا خوخنا هوب دلنازة لا يشعر بألم في بطنه الآن وخازر قرن ده أغرق سخلم يبته
yoki man his qilmayapman desak ham bo'ladi. Biz endi hayvon bo'yicha qilsak, nam la ya shuuru. Hozir og'riq his qilmayapti. Hop, ustazalar. La tashrabu Fatimatul halibe wal asirul fawakihi. وعصير الفواكه والعصير دمين وعصير الفواكه فاطمة سوتن و ميوالارن سوتوا سوت و ميوالار سوكن ميوالار سوكن ميوة اچمايات سوكو ديور لادي وزبي تلدي ميوالار سوكن اچمايات يوكي اچميدة وما عودت اچميدة اچمايات أستاذة نيلوفر لا يأكل المريض اللحم والبيض بمار جوش فتخمنا يمايدة والبيضة دمي خب والبيضة والبيضة خط أجر چونك بيضاء دسه ولا آخر ده حمزة يشتلمي كتدي بيضاء باركو أقچه وشان بيضاء ده بسال ضاد بتشوز برايت شدي أقد جنبه بقلد والبيضة والبيضة o'zi lekin خط o'sha oqdan olingan bayt usti oq bo'lganligi uchun bir xillari endi sarv bo'ladi ko'pi oq bo'lgani uchun lekin bayda deb aytsangiz tuxum bo'ladi bayda desangiz unga oqga o'xshab qoladi muannas sifat berib qo'ygan bo'laman qizim ha. ey tushundim rahmat ustoz Demak kasal odam go'sht bilan tuxum yemaydi deyaptimi la ya'kulul maridul lahma wal bayda jayyid التدريب التالي كون جملا كما في المثال مثال ده كده جابتوس المثال أحب أشكر من أحب السفر بالجو ولا أحب السفر بالبحر لا أحب بلا لقد نافي قلب تذكر سنة ننفي العكس برنامج أحب يوكي برنامج أريد دبتسي خدو شانا خوخلامي ديان نارسام زيام اتشمس كريكا هل الوظيفة واضحة؟ واضح نعم واضح يعني ننشئ نكون الجمل بفعل مثبت أولا وبعده ننفي هذا الفعل نفس الفعل الفعل نفسه بلا نافية أنا قبيت فيل مثبت فيل بلا إتامز قلنا كي خدو شفيلنا لا نافية بلا نافي خام قلامس طب لمن الدور خاز من أستاذة نيلوفر قراءات ابدأي مشتري مامو نعم أنت اسمك مشتري صح لا توجد مشتري نعم أخرى غيرك في شيخ هذا مامو حاسبة أها اقرأي أريد أخي من نما در خخلي ديان نارسيزيتس وخخلمي ديان نارسيزيتس نما نخخلي سيز مشتري مرحبا kimdir bo'lishni xohlayman deb aytingda kimdir bo'lishni xohlamasangiz o'sha uni ham aytasiz kim bo'lishni xohlashini ham bilmayman voy nima bilmaysiz maktabda qaysi fanni yaxshi ko'rasiz ingliz tili biologiya tarix значит anaqa chet davlatlarga ham kerak bo'ladigan darajada anaqa biologiya yaxshi ko'rsangiz demak doktor bo'lar ekansiz ayting doktor bo'lishni xohlayman anaqa bo'lishni xohlamayman ya'ni endi kimnidir o'sha xohlamaysiz kim bo'lishni xohlaysiz shunaqa bo'lishni xohlamayman deb ayting أريد تكون الطبيبة بلدي طبيبة أريد أن أكون أريد أن أكون الطبيبة أريد أن أكون طبيبة طبيبة ولا أريد أن أكون ولا أريد أن أكون
Kim bo'lishni xohlamaysiz? Kasbladan kim bo'lishni xohlamaysiz? أستاذ Muallimatan. معلمة لماذا لا تريدين أن تكوني معلمة مشتري؟ لأن هذا قيم لأن يكون معلما صعب. لأن يكون معلما صعب أو وظيفة المعلم صعب سيزن بولات معلم وظيفة سقيم مسؤوليات المعلم صعب سيزن بولات فرقيه ترى هذه مسؤولية كبيرة لكن دكتور قلنا نقطة çünkü doktor en muallim mi ki hem kotte lakin doktor ki hayat ki nokta koyadı de Arka. realist bilan olib anaqa vaqt jihatidan muallimni xatosi keyin qanchadir asrda yoki nechadir yilda zarar beradi lekin bersa ham o'shni yaxshigina zarar beradi to'g'ri butun xalqlar kasallanishi mumkin ya'ni qanaqa miyasi kasallanishi mumkin o'qituvchini xatosi anaqa doktorni xatosi esa inson hayotiga nuqta qo'yishi mumkin inson hayoti hamma narsadan qadrli turadi butun dunyo bo'yicha shunaqa shuning uchun doktor bo'lish undan ham qiyin xo'p جيد اكتبي عندك هذه الجملة أريد أن أكون معلمة ولا أريد أن أريد أن أكون طبيبة ولا أريد أن أكون معلمة دب يظهر مشتري فهمتي؟ فهمت اكتبي عندك في كتابك دلنازة أدرس اللغة العربية الآن هذا أردت درسنا قواما أردت لدى درس قواما تريد هما درس قلمة وقيمة عندي يعني أدرس اللغة العربية عند وقمي دي يعني تليز إتي قايس تر تل مثلا شو يابون تل دي اسمين برنما تل إتين كيس وقمي دي يعني جاب انا قبل ادرس انا يابون تلي ياباني الياباني اللغة اليابانية اللغة اليابانية نعم ولا ادرس اللغة اليابانية ابدا ولا أدرس اللغة اليابانية يابانية خب أستاذة لوبر أشترى الفواكه أشتري أشتري صوت بلبل أشتري فواكه في السوق ولا الفواكه أشتري الفواكه في السوق أشتري الفواكه في السوق ولا أشتري الملابس ولا ولا أشتري الملابس نعم هذا يكفي اكتبي اكتبنا كلكن ليكتب لتكتب جميع هذه الجمل التي ننشئ في أثناء الدرس أستاذة نيلوفر أشعر بألم في صدري ولا أشعر بألم في بطني. Koksumda ağrı sezmiyorum ve karnımda ağrı sezmiyorum. Ağrıqmaz, xursandçılıq desez bolardı. İndi kuksuzda ağrı sezib zarılmı sizge Allah saqlasın. Məli indi bu şey dediniz. Xuda asrasın. Şəfəki Allah və afəki. Amin. Rahmat istəyir. Müştəri. مكان أستطيع قل علما دكتور بول علما أختوچو بول علمي من سيز بولد باي يوزي زيت كان جاب بيزدن كيب چقدي إن شاء الله دكتور بو سيز أمتك دكتور كيريكو أيال دكتور لا ديفيتسيت
أستطيع طبيبة ولا أستطيع. أستطيع أن أكون طبيبة، أن أكون نتزم بولش دي يعني دي بولا علامة. أستطيع أن أكون طبيبة ولا أستطيع أن أكون معلمة. لكن طبيب بوغانزدان كي وزوزدان معلم جاي معلم ناس چونكي شاقر طالب ولا يورجت شسكري ولاد أخشى توق بلان كي تقو يورجت لدي وز سلان يوشي لدي قلت دا خدا خالص هم اس دوختر بوسيكري مش سلان أولاد معنى قزم عم سيز بلان تينجو مش تاري ونو يام بزي دوختر قلانز وزي يام دوختر بولا من ديدي هامي لدوختر بولر كانسل دي إن شاء الله ما لدوختر لكو بولور سهل أوه ككراس من عند الطبيب دوختر لحق ده جاب كتير كيف نعم نقرأ الحوار عن الطبيب بعد ذلك نحل نجيبه للتدريبات أو يكون التدريبات واجب البيت نقرأ ونترجم عند الطبيب طب بالترتيب نقرأ ونترجم ما معنى عند الطبيب؟ شكرا حضورتك نعم لا نحتاج إلى أن أكتب لا أكتب نعم لا نحتاج نعرف نعم المعنى فقط أكتب الكلمات غير واضحة الجديدة يعني ينجل أرنيوز ما معلوم لارنيوز ما عند وش حضور ده يعني و فقط خار دائم حضور ده بور ميده معنى جي خط كم من الدور ناز ده ده ديگه معنى دهم كلا ده كم من الدور خار دائم مكانه بلدرور ميده معنوي نرسانيم كم من الدور ناز ده ده ديگه معنى نيم بلدر ناز ده ده ديگه معنى دهم شلتلده لغات اللي جيوز جنده شنا قيازي اللي ناز حضور ده ناز ده ده ديگه معنى طب مشتري اوقي يعني ده ابدا ايد النازه الطبيب شفاكر الضغط مرتفع والسكري أيضا، ماذا حدث؟ ترجمي قان باسم كتر الجان وقانت كسر الخام وإنما ديدا كانت كاس الماس وش كانت اوشكا مقدار دبتلد وز شنو مو كانت كاس ليه لكن مت مقدار كده قان كتر الجان باسم و كانت مقدار خام اوشكا نما بولد نبض بعد دلنازة اللي ما ندور لوبر أستاذة لوبر اقرأ تناولت دواء الضغط ودواء السكري نمعنى دافلينيا دار اشتم و كانت كان طارم إن ما دي مسخر سكرية دواء أم باسم مجا وأنا قاعد ميدل شك ديابيت كا قرش دار ما رسم ديابيت كدار سنين ديابيت كدار اجتم قن باسم مجا و ديابيت كدار اجتم نعم أستاذة نيلوفر أعتقد أنك لم تتبع الخمية أولايمانكيس زيت سقلة مجانسس حمية كلمة جديدة عندنا ديتا بارخيز أوزبيجاسس روسيوس بوتنا بارخيز مشتري هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون النشويات النشويات بطغرة، فقد كوب عشرين فقط لتر ناس بدار حقيقة ده روستانيا حقيقة دهون بلا نشويات دهون يغلر يغلي نرسله ونشويات أنقه نوز بيش نشد بو لما لينا بو عنو كوبر تردين رزرخ ريتلا مثلا أشر ما خمر لي بولجكا وشنقه خمر ترش لي نرسلار ويغلى يغلي نرسلار شرن بكلار يدم كوب يدم دل نوزة وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا
va o'ylamangki, albatta sen sport bilan ham shug'ullanmaysan. Shug'ullanmadingiz. Siz Shug'ullanmading. sport bilan ham shug'ullanmadingiz deb o'ylayman, deyapti doktor. Ustaz Alobar. حاولت ذلك ولكن لم أستطع، فأنا مشغول دائما. Bunu tor tapdingiz mi? Yo'q, bunga harakat qildim, lekin qila Bunga harakat olmadim. qildingiz. Ya'ni sport bilan shug'ullana olmadim. Chunki man mamtafa'anna fa ana da fa kelganligi uchun chunki ma'nosini beradi. Men Chunki juda man ham doim bandman. mashg'ulman. Doim bandman. Ustoz Nilufar. Bo'ldi. Halatuka xotiratun. Holatingiz jiddiy. Labudda min alximiyati. Jiddiy emas, bu xatarli, опасный, ya'ni xatarli bo'ladi o'zbek tilida ham, xatiro, xatarli. Holatingiz xatarli. Labudda min alximiyati. Parhez qilishingiz kerak va labudda min alriyodati va sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Addavo u vahdahu la yakfi. Dorilarni o'zi kifoya qilmaydi. Maza af'alu ya doktorun. Voy, uzr uzr, o'tib ketdim. O'tib ketdim. Bo'pti endi. Maza af'alu ya doktor, tarjima qiling, keyingi odam keyingisi. Nima qilaman doktor, nima qilay? Qilaman. Nima qilay? Maza af'alu, nima qilaman doktor, deyapti. Mushtari. Ittabi'u al-kimyata wa marisi riyadata wa tanawwal ad-dawa'a wa قابلنا بعد شهر. اتبع الكيميات قبل شغلني بويسن، قبل اتبع ديجان بويسن يعني رايه قل ديجان دي فرخيز كي رايه قلين ومارس الرياضة سبورت سبورت بلا بلا دوام شغلني شغلاني دورلار وتحمل için ve bir aydan keyin görüşürüz. مانجي اوتشرين برايدان كين انو تيكست يام انا في اوقوار يعني حكاية ارتا ديجان يعني وقيم مشتري كين كين جو بعد شهرين يقابل المريض برايدان كين كسل طبيب شبكة ميونيك يبدأ. هوب دلنازة الضغط عادي وكذلك سكري، ما شاء الله ماذا فعلت؟ قان باسم يخشلاندي و قانت لي كسل هم يخشلاندي. الله كسل حقلك. من قنت مقداره، شنينجد قانت قنت مقدار. مقداره خام عادي يعني نور مدى عادي دي يعني انت نورمال دي يعني دي عادي دي ولهجه دي مش لتشد الله نورمال. حقلك انا بولدي. ما قلسان. ماذا فعلت؟ انا ما قلت انجز ما شاء ما قلت. الله بتعجب لان اوزبيتل ده ما شاء الله بقولوا رده. ماذا فعلت؟ انا ما قلت انجز. اتبعت الحمية ومارست رياضة وتناولت الدواء. Parhezni saqladim, parhezga rioya qildim va sport bilan shug'ullandim va dorilarni ichdim. نعم أستاذ نيلوفر. أحسنت، قابلني بعد 6 أشهر. جدا يخشسس ما؟ يخشى يخشى، أحسنت يخش قلبسز. يخش قلبسس 6 أيدان كيجين قبلمجة كلي. مشتري إن شاء الله وجزاك الله خيرا. إن شاء الله رحمة سيزجين. الله سيزن مكافأة لسن يخشلك بلا مكافأة لسن. استيعاب يعني وش نتيجة سده تشنش يعني حوار نتيجة سده أولا ديجان تشن يعني مزقان شالي تشن ديك ميوم سنش التدريج الأول برنش ماشق. ضع علامة صحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ.
nimani oldiga, to'g'ri gap oldiga sahih alomasini qo'y yoki xatoni qo'y. Agar xato bo'lsa summa sahih al xato, keyin xato bo'lsa agar uni to'g'risini aytgin. Dilnoza iqroil jumla talila. تناول المريض كثيرا من السكريات. كسل ادم شيرليكلاردن كوب استعمال قليبت. تناول هل بيمار أو حوار دقيق عن بيمار. صحيح أم خطأ؟ صحيح؟ نعم صحيح. أستاذ زلوبر. حاول المريض ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة. نعم، ممارسة الرياضة. كسل سبورت لان شغل لان شكل حركات قلده. حاول حركة القلب يعني. صحيح أم خطأ؟ صحيح. نعم چونكي حركة قلدم ددكو تورما شبه نعم صحيح بولادة. صحيح. أستاذ نيلوفر. كانت حالة المريض خطيرة بمرني خطيرتان. خطيرة بمرني خالته خطر لي إذا صحيح. خلاص صح تقدم. مشتري. بعد 3 أشهر كان الوضوء عاديا عادي نعم عادي عاديا. صح. أشاهدان كيان قام بسم نور مديدة. نور مدينة صحيح. يوق انتبهي بعد 3 أشهر دول، بعد أشهر بعد بعد شهرين شهر خطر. برايدن كين كيلو دي تورما. إذا صحيح أم خطأ؟ خطر خطأ صحيحي. بعد أشهر بعد بعد نميكا شهرين بعد شهرين كان الضغط عاديا. بعد شهرين بولاد 3 أشهر أوبتشنز. دلنازة. اتبع المريض الحمية ولم يمارس رياضته. بيمار برخيز قلده و اتبع قلده. قلده بيمار برخيز قلده و سبورت بلا شغل لماذا صحيح. وي برخيز قلده شكلي بس سبورت بلا نام شغل لماذا جبت شابتكو فما نرسل. صحيح أم خطأ دلنازة؟ خطأ. خطأ صحيحي. أرخيص قل مادة بولادة و سبورت بلا هم شغلان مادة طور مسوش نقليش مكر. نعم المريض لم يتبع الحمية يريد لم يتبع ولد. لم يتبع حميته ولم يمارس الرياضة يا ضد الرياضة نعم. ترجمي. بيمار برخيص قل مادة واسبورت بلا هم شغل المادة. نعم انتهينا من هذا التدريب، من التدريب الأولي، ووصلنا إلى التدريب الثاني. كينش ما شكيت كيلك أجيب باختصار عما يلي ويدي سؤال لقي تيست جواب لرمس. أستاذ زلوبر السؤال. لماذا قابل المريض الطبيب؟ لما أتشن بيمار شفاكر جيب بارد إرادة. قبول جيب بارد. لأن ضغط لأن الضغط طابو لدى. ضغط وسكرية سكرية مرتفعة مرتفعة لأن الضغط والسكريات. سكرياتي أنا مرتفعة سكريات شيرين لكلار قانت مقدار نؤوز سكري سكريات يون بولاد يوق سكري يون بولاد يون سكريات لكتاب بولاد وتامر بوتس بولاد لأن الضغط والسكرية
مرتفعة مرتفعان ikkita narsa. مرتفعان Yoki لأن الضغط والسكرية كانت مرتفعة. أشكان إذا بسيجا مولادا. شنو ليما؟ نعم اكتبنا هذا الجواب. يصبر إلى ما الجواب. طب أستاذة نيلوفر، السؤال الثاني. ماذا قال له الطبيب؟ انجاش فقر مدده أنت مريض ضد هذا أستاذ تفضلي الضغط مرتفع والسكري أيضا ماذا حدث؟ قم بس أشكان قن جلوكوز أشكان نما قلدينجس نما بولده ديده قال له شنقص نعم، سأل الطبيب ماذا ماذا حدث؟ حدث؟ مشتري مشتري ماذا لم يمارس؟ اقرأي السؤال الثالث. ماذا لم يمارس لماذا المريض؟ لم لماذا لماذا لم يمارس المريض الرياضة؟ نيجا بيمار سبور بان شغل لمدة. لأنه مشغول. لأنه كان مشغولا. لأنه كان مشغولا. ما معنى لأنه كان مشغولا؟ تونجيو باند. بند إيه؟ باند إيه؟ تشونكيو بند إيه؟ النازة ماذا تناول المريض كثيرا؟ بيمار دمانكوب يبدأ تناول المريض كثيرا من السكريات وشيرليكلاردن كوكيات. نميده نمانا كوبيده فقط شرن لكما نشويات مريضة. السكريات والنشويات وماذا أيضا يولي نرسل نويت نقام ده دهون دهون ده والدهون نعم أستاذ لوبر الدواء وحده لا يكفي، ماذا يفعل المريض؟ دارنا أوزك فيا قلميدة، بيمارنا ما قلده، يمارس الرياضة ويتبع الحمية أيضا. نعم، ماذا يفعل المريض؟ يمارس يتبع الحمية ويمارس الرياضة. فهمتي؟ نعم جيد. طب أستاذة نيلوفر متى سيقابل المريض الطبيب؟ شفاكورنا بمار قاچان قبول جيكيلادا بعد 6 أشهر 6 أيدان كيجن نعم صحيح. والباقي الواجبات تكون وباقي التدريبات تكون واجب البيت. نكمل هنا، نتوقف، وبعد قليل سندرس النحو الواضح الجزء الثاني. التدريب الأول، ماذا تفعلنا في التدريب الأول؟ صل بين الكلمتين المناسبتين. كتب ربرجموس سوز وستريل كاقلار كانسلي.
التدريب الثاني، كنت مشق، املأ الفراغ بكلمة مناسبة من عندك. بوش شاي جابلانا، بوش شاي جي وزينان مناسب سوس طابق ويجن دوت. فعل زمن الفعلي نعرف، يعني الأفعال تنقسم إلى 3 أقسام من حيث الزمن. زمان جخات دان كان جدك لسه بوشين شكك زمان جخات دان وش قسم جيبول ندم ماضي حاضر مستقبل. بو زمان جخات دان أنا ما جي أمر رقوش ما جنسه و تلابته و مثلا وقين دسمه وقمسيز وفي البجر الجامو ميديو ما فقط وقين دب قويدم أغز ده وتلف وشان شو خوش المجا زبولان عود كام وجان شو سلاجي ويجبر ورا مع بنا. ماضي حاضر والمستقبل، حاضر والمستقبل فعل مستقبل فعل واحد يعني فعل مضارع. ماضي نعرفه فعل ماضي. ادرس ولاحظ ده من مصول برجان. ماضي حدث، الحاضر يحدث. وإذا نضيف سين أو سوف يكون للمستقبل، سيحدث أو حضر كلدة بس سيحضر، حضر كلدة يحضر كلمة سيحضر كلدة سوف يحضر بيام كلو سين وسوف للمستقبل، لكن هناك فرق، الفرق سأشرحه في الدرس القادم. فرق كلمة درس فرق بسيط جدا أسقينا فرق بر. التدريب الأول، اختر الفعل المناسب مما بين القوسين كما في المثال. مثال دي كده مناسب في القيان، مثلا أخي سيسافر غدا إلى مكة. غدا بو يعني جوتشون سيسافر سيسافرون تنلجا يعني. مثال ده بوتيام الآن الآن ما أمسي ما قبل يومين ما دي يعني إكيكو أولدن دي يعني أمسي كيتشا دي يعني الآن حاضر دي يعني بعد غدين إنين جدي يعني شو لارجي إتبار بيرد فيل ويسلة. التدريب الثاني، ضع كل فعل من الأفعال التالية في مكان المناسب من الجدول كما في المثال. ماشي فيل لنا سرت روب كقل مع الجدول جي سرت روب كقل بيوز بشخص أجرات بشخص شو نعلم؟ نعم فهم المسموع سنبدأ في الدرس القادم من فهم المسموع. كيني درس فهم المسموع دان باشلمس، سأرسل التسجيل إلى المجموعة لكي تستمعنا قبل الدرس وتفهمنا وتستعدنا للدرس. شونه درس كتير بوالشلو شون تسجيلنا يوار قويمان قروحكي ونعم إشتب تايلانا بناقوالسل ترجمة إمكان قدر ده. هل هناك أسئلة؟ سؤال بار؟ لا لا توجد يوجد. لا يوجد السؤال. سنلتقي بعد 10 دقائق إن شاء الله لكي إن ندرس شاء الله النحو الواضح. ومن تنكي النحو الواضح وقل إن شاء خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء، مع السلامة. السلام.